فدك بلس. الأخت أم علي معنا متبرعة من أمريكا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختي أم علي، عظم الله أجوركم بذكرى وفاة السيدة خديجة سلام الله عليها. أجوركم إن شاء الله أعظم. الله يخليك أختي أم علي. إحنا راح هذه الفقرة تقريبا مدتها 10 دقائق، كل يوم نتصل على أحد المتبرعين ونسأله، طبعا أول شيء نسأله أسئلة بعدين نوصل إلى ليش تبرعت. في البداية متى شاهدتم قناة فدك وشلون عرفتم قناة فدك؟ والله هسا أنا حاليا بأمريكا، بس أنا قبل 6 سنين تقريبا من كنت بالعراق صدفة بالبرامج القنوات، فوقع بإيدي يعني حتى من كانت بس يمكن حضرتك والشيخ، يعني ما كانت مثل هسا ما شاء الله، فظليت يعني انتبهت إنه هاي فالظاهرة كانت جديدة علينا، ما كنا سامعين هيك قنواتنا الشيعية متعودين عليها، هي قنوات بسيطة وتراعي مشاعر الآخرين على حساب الدين وعلى حساب المذهب مالتنا. فاستمريت من 2013 تقريبا، يعني تحديدا ما أتذكر، بس تقريبا 2013 ولا زلت. زين أختي، أنت تقولون إحنا هذا الكلام ما كنتوا سامعين عنه، يعني هل يعني ما أهلكم ما علموكم إياه، أو سامعين عنه بالمجالس الخاصة ومو سامعين عنه بالمجالس العامة؟ شنو معنى إن مو سامعين عنه؟ يعني لا، احنا طبعا احنا الشيعة اصلا، بس يعني طريقة الطرح مالت الشيخ كانت غريبة علينا، احنا ما متعودين انه الجهر بالبراءة بهذا الشكل واللعن والمعلومات الوفيرة اللي اجتنا وحصلنا عليها. كنا مثلا نعرف انه مثلا عمر اذى الزهرة، وعندنا يوم فرحة الزهرة، وعندنا هاي بس هي كأنما شغلات هي أقرب إلى العرف منها إلى الشرع وإلى الدين، فلهذا صار عندنا يعني معلومات غزيرة أجتنا. والأحلى من المعلومات من الكتب الشيعة هي المعلومات اللي قريناها، اللي كنا نسمعها من الشيخ، المعلومات من كتب المخالفين اللي هي يعني شقد كانوا يأذون الرسول، شلون غيروا السنة إلى آخره. زين أختي، لما تفضلت قلتي إحنا كنا نعرف أن عمر قتل الزهراء ونعرف فرحة الزهراء، وهذه أمور كانت تقليدية أكثر منها دينية، من وين تعلمتوها؟ من المجتمع، من المحيط اللي فيكم، أم تعلمتوها من مثلا مجالس أو مساجد؟ لا والله، هي تقريبا فد شيء موروث، يعني موروث اجتماعي نقدر نقول عليه أو تقليد، بحيث أنا يعني كبرت وأسمع أكو فد شيء اسمه فرحة الزهرة. حاولت قبل لا أعرف القناة بكل جهدي إنه أعرف شنو معنات فرح، ليش يعني شنو فرحة الزهرة، ما لقيت ولا مصدر ولا جهة معينة دينية، أو حتى الناس الكبار اللي نعرفهم كل واحد يقول شكل، إلى حد ما وصلت إلى القناة مالتكم مو عرفت شنو معنات فرحة الزهرة. ما شاء الله. زين أختي، تفضلت يا أختي علي إن المعلومات اللي استفدتوها من طرح وبحوث سماحة الشيخ القيمة، هل هذه البحوث استفدتوا منها في الحياة العملية، يعني في خلال مناقشاتكم مع أخوانكم، خواتكم، عائلتكم، أصدقائكم، يعني الأهل، هل استفدتوا منها؟ أنا راح أحكي لك تجربتي الخاصة بصراحة. نعم تفضل. يعني الله يسلمك، أنا بالنسبة لي يعني من نوع كنت هذا الرفض بداخلي، لكن معلوماتي قليلة، ما عندي معلومات مثلا بحيث أواجه بها الآخرين. الشيخ بالمناسبة هو واحد من 40 شخص اللي أدعي له كل ليلة في صلاة الوتر مالتي، الحمد لله والشكر، وفي كل ما يطلع كل ما أشوف صورته، أنا مشتركة بالفيس بالمواقع مالتكم إلى آخره، ما تتخيل أنا في كل لحظة شنو بس يخطر على بالي أدعي له، لأنه حولني من مرحلة إلى شيء ثاني تماما، بالرغم من أنا كنت رافضية أصلا بالرغم، لكن شنو سلحني وعطاني السلاح اللي خلاني أقدر أواجه العالم الشيعي والعالم السني في نفس الوقت، المخالفين أقصد. يعني إحنا كعائلة مثلا كنا
واحدة من التفاصيل مثلا أقربائي أهلي كذا كانوا عندهم فد ميول معينة لكن واقفة عند حد معين، يعني ما يتجرؤون وبعد أكثر. مثلا واحدة من الأمور مثلا من كنا نسمع لطمية بها ذكر عن ضلع الزهرة، الكل يعترض في مملينة كافي بعد من هاي يثيرون الآخرين وإلى آخره، كان هيك فكر كان موجود. لكن هسه عرفنا الحقيقة، لا أنا بالنسبة إلي يعني الحمد لله والشكر حاولت يعني انه انشر هذا بعائلتي على الاقل، الكل هسه الحمد لله ما عدا عندي بس مع الاسف يعني جهه واحده ما قبلوا، بس الكل صاروا بنفس التوجه بنفس الفكر بنفس يعني التوجه ما تتخيل شلون. ويعني هذا اللي دايما يا شيخ لا يقيم لا بكلمه ولا حتى بدعاء، ايش قد ما ادعي له ما اوفي حقه ولا اجازي يعني ما أعرف شنو أقول. أختم علي ما شاء الله تبرعاتكم مذكورة ومعروفة إلى للقناة هذه، جزاكم الله خير منذ قديم الزمن. لخصي لا. لنا باختصار لماذا تتبرعون لقناة فدك؟ أولا أنا أحب هذا الصوت، وهذا الصوت هو اللي أنقذني وأنقذ عائلتي وانتشلني من مكان إلى السمو، هاي واحد. اثنين يعني لازم اكو صوت رافضي ينتشر بالعالم، وانا لازم يكون الي دور بي، هاي من هاي الناحية الواجب. اثنين اكو شيء ثاني اخر ممكن الناس مثلا خلي تجرب وتشوف من تتبرع الفدك شنو راح يجي لها مقابل، كل فلس ينطو. انا ما اريد اقول بس خلي يجربون وخلي يشوفون الاثار عليهم وعلى بيتهم وعلى صحتهم وعلى حاجاتهم الدنيوية اللي يردوها. طبعا اخواني الحجية ام علي والابو علي هذولا ما شاء الله نقدر نقول عنهم من الناس اللي يقدمون صدقات بالسر. انا عندي ما شاء الله من بداية انطلاق قناة فدك رصد للمتبرعين وللناس اللي تبذل. تخيلوا ان الاخ حيدر أبو علي لي فيلم يوم العذاب كنت أشوف يوميا تبرع بحدود يعني مجموع تبرعات وصلت فوق 20-30 ألف أعتقد، ولكن ما أعرف هذا الشخص منه، لدرجة أنه في شخص اسمه حيدر رجع من أمريكا عبالي هو هذا اللي كان يتبرع عنده 20-30، من مع الوقت هذا أمريكا هذا أمريكا عرفت أن هذا الأخ أبو علي اللي يتبرع سكتة ولا نعرف عن تبرعاته شيء، ولكن مع الأيام ومع الاحتكاك عرفت أن هذا الشخص هو اسمه حيدر أبو علي اللي تبرع بمبالغ كبيرة الفيلم وغيرها مبالغ. طبعا ما كنت أعرفه ولا كان بيني وبينه يتواصل، ولكن مع الأيام مع أني استخدمت موضوع الواتساب للتواصل وإرسال برامج وأنشطة القناة فبدأ يعني يتواصل معي يسألني بعض الأسئلة يعني استفسارات وهذه، فهني تعرفت هذا الشخص المجاهد بالسر. أختي أم علي تدري لو ما أنتم وبذلكم وعطاكم سبحان الله بالسر ومن غير أي رياء ومن غير أي مقابل تنتظرونه بالسر كنتوا تبرعون لما استمرت قناة فدك لمدة 10 سنوات تقريبا أو أقل شوي بسبب هذه الأيادي البيضاء التعطي لأهل البيت سلام الله عليهم. بقول لك شيء أختي أم علي، هل اعتقاد يعني بينك وبين نفسك وبين عائلتكم هذا العطاء اللي بذلتوه لهذه القناة شخصيا مقتنعين أنه فعلا أثمر عن مجهود في نتائج على الواقع، أو أم تبرعت وقلت له هذا لوجه الله وما مو مشكلة في نتائج ما في نتائج ما ننتظر هذا الشيء؟ والله أنا من بالمناسبة يعني التبرع مالتنا لحساب، إحنا نتبرع أبو علي يتبرع
وأنا أتبرع بحد عن أبا اللي ما له علاقة، وابني هو مو كبير يعني، هم يعني مثلا مرات يصير عند مبلغ مال أعياد أو كذا هم يعني يتبرع بها، خصوصا أيام فيلم العذاب، في يوم العذاب. لكن يعني أنا شنو أقول لك، أنا من نتبرع إحنا ما خالين في بالنا غير شيء واحد، إنه هاي الصدقة اللي دا ندفع، العفو هي مو صدقة وإنما مساهمة، إنه راح تصل إلى يد الزهراء مباشرة. يعني هذا الشعور اللي يعني واحد ينتابه أثناء التبرع. وثق من أنا قلت لك يعني من إحنا من 2013 تقريبا إلى حد هسه الله سبحانه وتعالى يعني موفقنا في كل حياتنا والحمد لله والشكر، وهذه كلها من بركات التبرع. الحمد لله، الله إن شاء الله يثبتكم ويزيدكم إيمان وعلم، وإن شاء الله يستر عليك وعلى عائلتك إن شاء الله. وبيك توجهين كلمة أخيرة في نهاية هذه الاتصال والمقابلة السريعة. والله أنا قلت يعني قلت بس جربوا جربوا تبرعوا، ومن واحد يريد يتبرع رأسا يقوم يتبرع، لا يتمهل ولا ثانية، لأنه راح يدخل الشيطان وراح يظل يقول لك لا وليش وغيرك وإلى آخره، وراح تبرد. من تريد تتبرع رأسا قوم تبرع، يعني هذه نصيحتي اللي أنا مجربتها ويا نفسي ويا غيري. فإن شاء الله يا ربي الكل يتوفقون أنه يتبرع، لأن هذه صدق يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى للي يقدر يتبرع. مشكورة أختي أم علي على هالكلمات الطيبة، والله يبارك فيك ويتقبل أعمالكم إن شاء الله. وإخواني في هذه الفقرة نهاية برنامج فدك بلس، وهذا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.